هل يجوز لزوجة الأب أن تأخذ شيئا من مهر بنات زوجها من امرأة غيرها إذا قامت هي بتربيتهن ورعايتهن وذلك برضاهن ورضا والدهن، أم ليس لها الحق في أخذ شيء منه؟ لا بأس بأن تأخذ شيئا سمح به بنات زوجها من غيرها، لأن المهر ملك للزوجة، فإذا سمحت بشيء منه لزوجة أبيها أو لغيرها فلا بأس بذلك، أو حتى لو سمحت بشيء منه لزوجها فلا بأس بذلك، لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. فهذا ملكها، ملك الزوجة، لها أن تعطي زوجة أبيها منه أو غيرها.